35 مخيما في إقليم كردستان، 10 منها للاجئين السوريين، و25 مخيما موزعة بين أربيل ودهوك والسليمانية يسكنها النازحون من مدن البلاد. فهنا يتشارك اللاجئ السوري والنازح العراقي مشقة الحياة ومتاعبها. في السنوات الأخيرة قلت كثيرا المساعدات، سواء كانت مساعدات دولية أو حتى المساعدات التي الاحتياجات الأساسية التي كانت تقدم من قبل هيئات الأمم المتحدة. أوضاع المخيمات الآن الأوضاع ليست بجيدة، هي تحت الوسط. الأمر الوحيد الذي يساعد في تدبر أمورهم هو أنه هؤلاء الأشخاص يسمح لهم بالعمل خارج المخيمات. نصف مليون نازح في إقليم كردستان، أغلبهم من الموصل وصلاح الدين والأنبار، منهم 150,000 يسكنون المخيمات بعد الحرب ضد داعش عام 2014. سبقهم 250,000 لاجئ سوري إلى الإقليم. الوضع الأمني بالموصل ما يعني هنا بالأربيل حال زين فول، الشباب كفرص عمل كهاي ماكو أبد، هنا بأربيل أحسن يعني. وفيما يستقبل العراق اللاجئين السوريين، يهاجر بعض أبنائه نحو المهجر في رحلات لجوء تستهدف الوصول إلى كندا وأمريكا وأوروبا في مفارقة اختصت بها هذه البلاد، نزوح في داخله ولجوء إليه وهجرة منه. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.